النعم مولانا تنقسم إلى قسمين، نعم عامة ونعم ماذا؟ ونعم خاصة. النعم الخاصة مخصوصة، فسأكتبها للذين يتقون، هذه نعم ماذا؟ نعم خاصة. أما النعم العامة متعددة، هذه واحدة من النعم العامة. وأهم النعم العامة التي ذكرت في القرآن الكريم وفي الروايات هي نعمة ماذا؟ هي نعمة الولاية والإمامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنعمة التامة الكاملة هي أي نعمة؟ هي نعمة الإمامة والولاية. قال تكميلا لما عم من الإنعام.